السلام عليكم. اليوم حبيت نحكي على حاجة مهمة برشا في البلاد، ربما هذه حاجة ما فماش برشا عباد يحكيوا عليها، وهذا علاش أنا كما تشوفوا معناها عمل كاموفلاج ونحب نغرق في صوتي هكا شوي. سامحوني، قلت لك عارفينيش مطاف، ما عنديش ماشين هذيك اللي تبدل الصوت، يعني بدل صوتي هكا شوية باش السلطات المعنية ما تعرفنيش. ما يهمش، أنا مانيش خواف. بون، أنت تنجم وحدك تقرر أنا خواف ولا لا. أما أنا في داخليتي نعرف روحي، هذا كيما نقوله معناها مزيد نحط في ثقافة الماء، معناها نحس في الماء غارق ولا لا. هذاك عليه ما نحبش نطلع لكم هكا وتعرفوني ديريكت، ما تعرفوش. نجم يكون انسان مشهور، او نجم يكون جارك، نجم يكون خوك بوك، ما تعرفش بيه هي شويه فيها الميستيريو شويه، تخليكم تحبوا تتكاهنوا وتحبوا تعرفوا انا شكون. اما مش مشكل، انا تونسي كيفي كيفكم، وهاني انسان، راني مانيش شيطان ومانيش ملايكة ومانيش جن. ها نشرب في الماء، بون مش ماء، اما نشرب قدامكم. مشكل فيش انه يوتيوب عنده كان خليني كان 10 دقائق، ما كنت تعرفوا كوبي رايتس والكوبي رونجز، سميهم كوبي رونجز مش كوبي رايتس، خاطر كوبي رايتس فيها وعليها، كوبي رونجز نمشي معك. ما يهمش، انا حبيت نحكي على السياسة. ما ينعم السياسة، شبيك تغزر لي كيك، شبيك تعجبت، ما تهربش يا ودي، يا جد بلاست، ما تخافش السياسة اي، وفي تونس زاد، في تونس تابو الحكايه شويه، انا نحكيو عليها. في تونس يا سيدي ما عندناش حريه، تقارنوا احنا بالناس اللي وصلت فهمت معنى الحريه، ما عندناش حريه، هذاك الواقع، علينا نكذبوا على رواحنا، مفهميش حرية، على أي حرية تتحدثون؟ منحبش نحرف القرآن، إخوان ما يتغشوش علي ويقولوا زنديق ولا طلعوا فيها فتوى، مي فماش زوج تونس يختلفوا في الرأي هذا، فماش عنا دكتاتور في تونس ونورمال، متخافوش، شبيكم تخافوا منها الدكتاتور، متقلقش بالكل الدكتاتور، ياخي العرب الكل عندهم دكاترة، كنا احنا حتى فرنسا عندها دكتور، واسبانيا زادة وايطاليا كل عندهم نورمال، شبينا نتفاجعوا كي نسمعوا تونس عندها دكتاتور، ليه ما عندناش دكتاتور في تونس يا ودي، ما كنت تعرفوا الدكتاتورة بسم الله الرحمن الرحيم، أيها المواطنون
أيتها المواطنات، ما عليناش. يجيك نهار تشوف الشعب شو يعمل لك فيه. أنا واثق في الشعب التونسي، واثق، ولاني مك معارضين ولاني مك حكاية الفارغ، ما يهمنيش. يعني أنا نعرف الشعب، أنا مع الشعب، أنا شعبيست على طول 100% 1000%. أنا مع الشعب، لاني مع اليمين ولاني مع اليسار ولاني مع البطيخ ولاني مع الدلاع، أمانة مع الشعب. واللي راه الشعب يصلح هو يختار، هو يعني الشعب، ردوا بالكم، هو نحن ساعات راو كلمة شعب ماذا بينا في العربية نردوها نبدلوا قانون شوي متاع العربية، نعرف الناس برشا ناس تغش واحد، أما بدلوا قانون ردوها شعب يعني نقولوا هم ولا هؤلاء ولا أنتم، ما نقولش هو وأنت وأنت الشعب ولا أنا الشعب، ما يجيش. هذيك هي اللي هردنا، حتى اللغة متاعنا معناها مريضة. يلزمنا الدواء، يلزمنا الزرارق، بنسلين ولا أموكسيلين ولا كرياتين ولا اللي تحب، لازمنا حاجة تفيقنا هك. الشعب يفيق صحيب، لو كان بقاو راقدين ما عنا وين باش نوصل في الاخر. انتوما التوانسة، انتوما هما اللي باش تعانيو، الشعب هو اللي باش يعاني. شكون باش يخلص الثمن؟ شكون باش يدفع الفاتورة؟ المعلم عمره ما يدفع راه، ماشي برك معلم يدفع، ما يدفعش معلم. كلكم عندكم معلمية وتعرفوا الخدمة كيفاش، فماش معلم يدفع فلوس، يدفع من جيبه، مستحيل. فعليه وبناء على ذلك نستعمل شوية لغة حربية دبلوماسية دبلجية ودمغجية وشوفينية، يجب على الشعب إذا الشعب يوما أراد الحياة كملوها وحدكم. شنو عاد مش كل جيرة وأنا باش نعلمه لكم، فيقوا شوية وحدكم يا أخي، تحركوا شوية على الواحد. شنو باش تبقاو تستناو في ناس كيفي أنا هكا، يجيكم واحد هكا يفجعكم باش تحركوا؟ تحرك وحدك، افهم روحك، شوف حل بلادك. هاي بارك الله فيكم على كل حال، يعطيكم الصحة اللي سمعتوني وصبرتوا معايا، وان شاء الله نحكي معكم عن قريب. هاي.